الموسيقى العربية بفنها العريق حاضرة ضمن أمسية إكسبو 2020 دبي الفنية، حيث أطرب جماهير الحدث الدولي الأبرز عالميا برحلة موسيقية. هذه الرحلة حملت عنوان موجات عربية، وخلال هذه الرحلة تألقت نغمات الآلات الموسيقية العربية الشهيرة مع بعض، وهي العود والناي والطبلة، مع أجمل الأغاني الفلكلورية، وذلك تكريما لموسيقى دولة الإمارات والمنطقة العربية بأسرها. مالي شغل بالسوق، مريت